السلام عليكم حلواتي، شنو اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اقتراح اليوم ان شاء الله يكون بنيه، نعم بنيه، لكن بواحد مكون ممكن يجي لبعض منكم غريب، لكن هذا المكون هو اللي كيعطيه الهشاشه. كيجي غزال، كيجي مقرمش على برا وخاوي من الداخل وخفيف من الداخل، ما كيشربش الزيت. مكوناته بسيطه، يمكن لكم تحشيوه باي حشوه حبيتو. كما شفتوا انا كنحشيه بالتوبينغ او الحشوه ديال القهوه، رائع رائع جدا. يمكن لكم تعملوا فيه كريم باتيسي، ممكن كريمة الحامض، ممكن كريمة البرتقال او الزبدة ديال البيستاج، يعني ممكن تحشوه كيف ما حبيتو. كنت عدلتو البنوتي، كانت عاملة قوتي مع صحاباتها هكا على لابيس. مكون الغريب اللي قلت لكم هنعملو في البنية اليوم هو البطاطا. نعم هنحتاجو بطاطا متوسطة تكون مسلوقة، مع معلقة الخميرة، ربع كاس الزيت، معلقة كبيرة السكر، زوج الكيسان ديال الدقيق الابيض، الماء الدافي، وكذلك الزيت ديال الحامض. ممكن تستبدلوه بالفاني او اي مناسب حبيتو تنسمو به لبيني ديالكم. اول حاجه غادي نعملوها هي غادي نقبطو البريس بيغي ونحاولو نمعكو هذيك البطاطا بشكل جيد جدا حتى نحصلو على بيغي ديال البطاطا. وبطاطا بطبيعه الحال سلقناها في ماء غير مملح، ثم كنضيفو جميع المكونات دفعه واحده بدون استثناء. تنضيفو الزيت الحامض مع السكر، نحتاجو معلقه مع معلقه الخميره، وغادي نجمعو هاد المكونات بالماء الدافئ. اذا كنتو حابين تجمعوه بالحليب الدافئ يمكن لكم، لان النتيجه ما كتكونش مختلفه بزاف. كنحاولوا نخلطوا الدقيق بشكل جيد جدا ونعجنوا العجينه، يعني ما نخلطوش غير بالمعلقه، كنعجنوها حتى كتنسجم جميع المكونات مع بعضها. ومن بعد ذلك تنوضعوها تختمر تقريبا ساعه على حسب الحراره ديال الغرفه. بالنسبه لي عملت ليها البوله في الفرن واختمرت لي بسرعه. العجينه كتكون رخوه ديال البنيه وديال كيف ما كنعرفوا ديال لي بغيوش، غير نوسعوا البال معاها. كنستعنوا دائما بالدقيق، كنحاولوا نلولبوها في هذاك الدقيق، ومن بعد ذلك كنقبطوا الغلو وكنحاولوا نبسطوها هكا العجينه. العجينه كيظهر امامكم يعني ما كتكونش غليظه وماشي رقيقه. كنقطعوها بان بورت بياس، يمكن نخليوها هكذا على شكل بنيه عادي، يمكن لينا نعملوها على شكل دونت، يعني بالقطاعات ديال دونت، ولا نقطعوها غير هكا دائريه ونعملوها هكا بالغلاقه ديال القرعه باش يجي فيها الدخول الوسط. كنوضعوها على جانب فوق شي طورشون يكون نظيف، وكنرشوا عليه شويه الدقيق باش ما تلصق لناش العجينه، وكنخليوها كترتاح للمره الثانيه. غير ريحوها، ما كتحتاجش تختمر للمره الثانيه. وهذه هي الكريمه باش غادي نحشي لي بينيه ديالي، هي التوبينغ ديال القهوه كيجي رائع جدا. ندوزهم فوق سكر سنيده، ممكن تخلطوا معاه الفاني، ممكن تخليه غير هكذاك. بالنسبه لي انا عملت في النسمه ديال البينيه بالحامض، الحامض كيمشي مع القهوه. الا كنتو عاملين في بلاصه الحامض الفاني، ممكن لكم تضيفوا الفاني في السكر. في زيت ساخن كنوضعوا القطع ديال البينيه ديالنا بهذا الشكل، بالنسبه لهاد التوبينغ غتلقاو الرابط التحضير ديالو اسفل لا فيديو. هو نفس التوبينغ اللي عملت في البغيوش المكسيكي ديال بابا غوتي. كنبقاو نسقيو اللي بيني ديالنا بهذه الطريقه باش كيتنفخوا لينا، ما كنغفلوش عليهم، وكنقلبوهم للجهه المعاكسه فهما بسرعه كيتحمروا. مباشرة كندوزهم في السكر سنيدة. وبالنسبة للحشو
كيف ما قلت لكم الحشو اختياري، ممكن تخليهم هكا فارغين، كيف ما يمكن لكم تعملوا لهم كريم باتيسيير او كريمه الحامض او كريمه البرتقال او نيوتيلا او زبده الفستق يعني، او زبده ديال السبيكيلوز، يعني لكم واسع النظر. كيف ما يمكن لكم تزينوهم حتى من الفوق بخطيطات من هاد الكريمه. جربوا البنات هاد الوصفه راهي رائعه جدا، واللي عندها اي سؤال اي استفسار تدعوا لي اسفل الفيديو ان شاء الله نجاوب عليه. كنشكركم حبيباتي للمتابعه.